بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أصدقائي في فيديو تعليمي جديد بعنوان أنواع الحوافز، حيث ننصح هنا بأصحاب المشاريع الخاصة والصغيرة أنهم في مرحلة من مراحل حياتهم بأن يفكروا جيدا ويدرسوا برامج تسجيل إدارة الأعمال إما أونلاين عبر الإنترنت من خلال أكبر الجامعات في العالم، حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم MBA مثل الكورسات الموجودة على يوديمي وكوروسيرا وأديكس. وهنا أصدقائي سوف نتحدث عن محتويات موضوعنا كما هو موضح أمامكم، مفهوم الحافز وأنواعه من حيث هدفها وطبيعتها والأطراف ذات العلاقة والمستفيدون وأثرها وفاعليتها. أما هنا مفهوم الحافز، حيث يعرف على أنه مجموعة من العوامل التي تثير القوى الحركية في الإنسان وسلوكه وتصرفاته، وينظر إلى الحوافز على أنها تشمل كل الأساليب المستخدمة لحث العاملين على العمل المثمر. أيضا هنا أصدقائي أنواع الحافز، هنا الأداء الجيد، حيث تعطى الحوافز هنا مقابل الأداء العادي أو الجيد، وهو ما كانت تشترطها النظريات الكلاسيكية في الإدارة، حيث كان من المتوقع من الفرد أن يزيد من الأداء العادي أو الجيد، وإذا انخفضت مستويات الأداء بمرور الوقت حتى تصل إلى الحد الأدنى للأداء، فهو الذي يحفظ للفرد وظيفته ويتقاضى راتبه ويحصل على الحافز المقرر، لأن العامل قد يستمر في وظيفته نتيجة أدائه للحد الأدنى الذي يضمن عدم طرده من عمله. أما هنا أصدقائي سوف نتحدث عن الأداء الممتاز، حيث يتم تقديم الحوافز هنا للشخص صاحب الأداء الممتاز، والذي يتضمن قدرا من الابتكار والتجديد، وهذا ما تسعى إليه الاتجاهات الحديثة في الإدارة مثل منهج الإدارة بالأهداف، فإنها تتضمن توفير حوافز تقدمها الإدارة مقابل الأداء الممتاز المبتكر الذي يضيف العامل من خلاله للعمل شيئا جديدا حتى يتوصل إلى طريقة جيدة للأداء توفر بعض الوقت أو الجهد، أو تبسط الإجراءات وتختصر خطوات العمل، أو تتمكن من تحقيق اقتصاد التكاليف، أو تقدم للإدارة اقتراحات نافعة. وتختلف نواحي الإبداع بالطبع من منطقة لأخرى، من وظيفة لأخرى، ومن مهنة لأخرى. أما هنا أصدقائي سوف نتحدث عن الحوافز المادية، حيث تتعدد أشكال هذه الحوافز وصورها فاعل الآخر وتتمثل في المكافآت المادية، حيث يعتبر الحافز النقدي المادي من أهم طرق الحوافز التي أصبحت في وقتنا الحالي. أيضا هنا أصدقائي الحوافز المادية تتناسب مع مفهوم الناس في الظروف الراهنة من العمل، حيث إنه عن طريق المال تستطيع إشباع ضروريات الحياة من مأكل ومسكن، كما أن المال يعتبر ضروري في الصحة والتعليم. يتمثل المال في الأجر الذي يتقاضاه الفرد مقابل ما يقوم به من عمل. أما هنا أصدقائي سوف نتحدث عن طرق الحافز مثل الأجر اليومي، أيضا هنا الأجر الشهري، وكذلك العلاوات المستحقة بداية كل عام، ومكافأة نوعية العمل، ومكافأة الموظف، ومكافأة الانضباط في العمل. أيضا توجد مكافأة نهاية الخدمة. هناك حوافز معنوية وهي كالتالي: تحديد الأهداف في كافة المستويات ومشاركة العاملين وعلى المستوى الإداري الذي يعملون فيه من خلال تحديد هذه الأهداف، أيضا تحديد مواعيد لإنجاز الأهداف المحددة، والمتابعة والتغذية الراجعة لمستوى الأداء المتحقق. هناك الاعتراف بجهد العاملين. أيضا هنا أصدقائي من خلال النقاط التالية صورا لهذه الحوافز، منها مكافأة مدة الخدمة ورسائل التقدير والإطراء والمدح والتأنيب، أيضا والتيسير الاجتماعي. هناك دوافع العمل النفسية ودوافع العمل الاجتماعية والحاجة إلى التقدير والقبول.
أيضا الحاجة لتحقيق الذات ودوافع الإنجاز ودوافع الاستقرار. وهناك حوافز من حيث الأطراف ذات العلاقة أو المستفيدون، هناك حوافز مادية فردية وهي ما يحصل عليه الفرد وحده نتيجة إنجاز عمل معين مثل الترقيات والمكافآت والعلاوات التشجيعية. والحوافز الفردية قد تكون إيجابية أو سلبية، مادية أو معنوية. فيأخذ العامل مكافأة تشجيعية نظير عمله الممتاز. وهناك حوافز جماعية، وهذه الحوافز تركز على العمل الجماعي والتعاون بين العاملين مثل المزايا العينية والرعاية الصحية والاجتماعية، والتي قد توجه إلى مجموعة من الأفراد العاملين في وحدة إدارية واحدة أو قسم معين، وتهدف إلى إشباع حاجات نفسية واجتماعية مثل حاجات الانتماء وتقدير الذات، وتساهم في زيادة التعاون بين الأفراد مثل تقوي الروابط وإثارة التنافس بينهم. أيضا وتحتاج هذه الحوافز إلى الحرص على تطبيقها في تحديد المعايير التي توزع الحوافز على الأفراد بناء عليها. وهنا أصدقائي، يوجد لدينا حوافز إيجابية وهي تحمل من مزايا مختلفة للفرد إذا ما قام بعمل المطلوب، تقدم له عطاء ملموس أو غير ملموس، وتعتمد على الترغيب في العمل، وهي تنمي روح الإبداع والتجديد في العمل لدى العاملين لأنها تتلائم مع رغبات العامل والموظفين. وللمكافأة يجب أن لا تكون قادرة على التأثير الإيجابي في السلوك ما لم يتوفر شرطان، وهما الحوافز مشروطة ومتوفرة على معدل الأداء الكمي مستواه النوعي. أيضا أن تؤدي الحوافز إلى إشباع حاجات معينة حيث يشعر العامل بضرورة إشباعها، فإذا لم يستطع الحافز إشباع الحاجات والرغبة فإنه يفقد قدرته التحفيزية. هناك حوافز سلبية حيث تتضمن نوع العقاب، هذا العقاب يجعل الشخص يخشى من تكرار الخطأ حتى يتجنب العقوبة، وهذا حافز لعدم الوقوع في الخطأ ولا يدفع للتعاون ولا يعلم الأداء. فالخوف من الفصل مثلا وسيلة رقابة وتحكم غير سلبية من الناحية السلوكية، ولا تؤدي بذلك إلى أقصى الطاقات لدى الفرد. من الحوافز السلبية تمثل بالدرجة الأساسية في التخويف والتهديد والعقاب. أيضا يؤخذ التخويف والعقاب الذي تتضمنه الحوافز السلبية لإجبار الأفراد على الامتناع عن سلوكه الغير مرغوب، وليس بهدف الترغيب على عمل معين. أما هنا عدة آثار ضارة للتخويف والعقاب، حيث يؤدي إلى عدم التعاون بين العاملين، وأيضا يوجد لدينا أسس منح الحافز، حيث أن منح الحوافز لابد أن تكون مبينة هي على مجموعة من الأسس، وهذه الأسس من اعتماد الحافز على السلوك، أي أن يأتي الحافز على أثر سلوك محدد، كذلك توقيت هذا الحافز، لأنه كلما طالت الفترة بين السلوك والحافز أصبحت العلاقة بينهم غامضة. هناك حجم الحافز، وهذا يتعلق بصغر أو كبر الحافز، والصغر والكبر مصطلحات نسبية، ولكن المقصود بها أن يكون الجزاء من جنس العمل. أيضا هناك نوع الحافز، حيث له أنواع كثيرة، منها مادي ومعنوي وإيجابي وسلبي وداخلي وخارجي. والمهم هنا هو أن يتعرف المشرفون على الحوافز أكثر تأثير على الموظف، هنا الثبات وهو المساواة في تطبيق الحافز. إذا عمل موظف العمل الموظف عملا جيدا وحصل على مكافأة نتيجة عمله، فإنه يكون عمل بأن العدل أساس الحكم. أخيرا هنا أصدقائي، سوف نتحدث عن أن الحوافز بأنها عبارة عن مجموعات متنوعة من العوامل تهدف لإثارة القوة والتنازل الحركي لدى الفرد، حيث أن الحافز عناصر أساسية تؤثر على سلوك وتصرف الفرد. وينظر لأصحاب العمل على أنهم ينظرون للحافز أنه أداة وأسلوب يستخدمونه للعمل على الحصول على عمل مثير ومهم ومميز. أيضا وللحوافز أهداف من الأداء الجيد، حيث يعمل الموظف على عملها على أكمل وجه ويثير شعوره بالحماس. أيضا هناك أداء ممتاز كما تحدثنا، ويقود الفرد والعامل للإبداع والابتكار والسعي.
لتحقيق ما يريد. إذن الحوافز المعنوية تمثل بالاحترام الإداري لعمله وتقديرهم وتحقيق غاياتهم. وأنا أصدقائي نتواصل معكم في نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.